بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم، حلقه جديده من درع الوطن. 6 سنوات مرت على حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 6 سنوات من الانجازات والمشروعات التنمويه الكبرى التي تم تنفيذها على ارض الواقع. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا النهارده من درع الوطن هنتابع وهنشوف بعض هذه المشروعات التي تم تنفيذها على ارض الواقع. إن مصر المستقبل التي نحلم بها واقعا على الأرض نلمسه ونعيش إنجازاته. هذا الوطن يحتاج منا العمل وبذل الجهد ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمنا. إننا في لحظة فارقة من تاريخ الأمة، لحظة عبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات. تاريخ مصر مليان بلحظات كتير، عمر بحاله مشاهد حية في الذاكرة المصرية من الصعب ننساها، بس عايشة في قلوبنا وهتفضل ذكريات بطولات وتضحيات من زمن فات. يوم ما الرجالة على كتافهم شالوا جبال الصبر ووصلوا لآخر حدود المستحيل. والنهاردة مفيش بديل غير إننا نكمل. هنخط الصعب يا سينا وهنتحمل، رجالة بجد والإيد في الإيد، حققنا الحلم بعبور جديد. بنينا بدل النفق منظومة أنفاق، نفقين في إسماعيلية وزيهم في بورسعيد، شرايين تنموية حققت السيولة المرورية وربطت سينا بالوادي والدلتا، كمان اختصرت زمن عبور القناة لعشرين دقيقة. بدل انتظار الشاحنات والمركبات على المعديات كانت بتوصل لخمس أيام. أنفاق قناة السويس مسيرة أمل ورحلة عمل ما بتنتهيش، عشان كده قررنا إننا نواصل رحلة الربط الكامل مع سينا، والنهاردة بنتحرك في طريقنا عشان نقدر ننتهي من إنشاء النفق الخامس الموازي لنفق الشهيد أحمد حمدي القديم شمال السويس. كل نفق من أنفاق شمال السويس هيكون في اتجاه واحد بدل اتجاهين، القديم من الغرب للشرق والجديد من الشرق للغرب، وبكده بقى عندنا بدل النفق 6 أنفاق بتربط سينا بكل حتة في مصر. النفق الجديد باسم الشهيد أحمد حمدي ملحمة مصرية بدأت قصتها مع استلام موقع العمل في مايو 2018. 5000 مهندس وعامل وفني من شركة بتروجيت وكونكورد بيسابقوا الزمن بإشراف الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة عشان نحقق الحلم ده. مسيرة الإنجاز بدأت بتنفيذ الحفر المكشوف والأعمال المدنية لمداخل ومخارج النفق، وده تم بالتوازي مع تركيب ماكينة الحفر واللي بنحتفل النهاردة بخروجها من غرب القناة إلى شرق القناة. المنظر كان زي خلية نحل، وكان العمل بيتواصل ليل نهار، والحلقات الخرسانية كان بيتم تركيبها بطاقة وصلت إلى 15 حلقة في اليوم. ده كمان غير المحطات المساعدة في عملية إنشاء النفق، واللي كان منها محطة فصل وتنقية البنتونايت بقدرة 2800 متر مكعب في الساعة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 18 ميجا وات، ومحطة الهواء المضوي. وفي زمن قياسي قدرنا ننتهي من تبطين جسم النفق بالحلقات الخرسانية. الحلم بدأ يكمل مع إنشاء وحدات سطح الطريق داخل النفق، وفي نفس الوقت هيتم الانتهاء من إنشاء بيارتين، كل بيارة بقطر 10 متر وعمق 42 متر، وده لدخول فرق الإنقاذ في الحالات الطارئة. ويوم ورا يوم بيكمل الإنجاز ويمتد النفق اللي تم تصميمه من 2 حارة مرورية
باتجاه واحد بشكل دائري. النفق هيبقى حلقة جديدة للربط بين القادم من طريق شرق بورسعيد لشرم الشيخ، واللي امتد بطول 494 كيلومتر، وطريق النفق شرم الشيخ اللي امتد بطول 342 كيلومتر، وشبكة الطرق الجديدة في وسط وجنوب سيناء وربطهم بالوادي والدلتا. والنفق بطول 4250 متر وبعمق 70 متر من سطح الأرض و53 متر من عمق القناة. نفق السويس الجديد شريان أمل وحياة، وبين ضفتين القناة حلم حققناه. نعم لدينا حلم، حلم عظيم كعظمة وطننا العزيز مصر، حلم يليق بتضحيات هذه الأمة، حلم نسعى لتحقيقه من أجل الأبناء والأحفاد. ما بين الرجاء والأمل تواصلت مسيرة العمل، وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل. كان لزاماً على مصر أن تقطعه برغم المخاطر، وأن تطوي المسافات لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات وتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخها المعاصر. وسرعان ما أتى مشروع تنمية محور قناة السويس ثمارة بالعديد من الإنجازات المتتالية، من خلال مشروع تنمية شرق بورسعيد عبر النهوض بميناء شرق التفريعة وإقامة المناطق الصناعية واللوجستية والسكنية. وتحقق الوعد الرئاسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل إلى جانب تطوير ميناء بورسعيد تطوير موانئ الغردقة، نويبع والسخنة. وامتدت شرايين التنمية إلى قلب سيناء عبر بناء أضخم مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وتدفقت ينابيع الخير إلى أرض الفيروز عبر مياه صحار السراب. لا يمكن طول ما أنا موجود مكاني ده والله ما كسيب الناس كده أبدا. ولم تنسى مصر ملف النهوض بالعشوائية عبر عشرات المشروعات الجديدة، ومنها مثالا لا حصرا مشروع حي الأسمرة ومشروع غيط العنب. لو الأمر يتطلب مننا إن إحنا ما ناكلش ويبقاش في وسطينا حد عايش كده. وتحقق حلم قديم بإنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة شرق قناة السويس عبر إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتغير شكل الحياة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس من مدن القناة إلى كافة ربوع سيناء. وتواصل البناء على أرض مصر عبر المزيد من المشروعات القومية الكبرى. وواصلت مصر مسيرة التحدي والبناء بإنشاء أكبر مشروع سكني في تاريخها المعاصر، المشروع القومي لبناء مليون وحدة سكنية. وتغيرت وجه الخريطة العمرانية بإنشاء عشرات التجمعات السكنية تتقدمها 22 مدينة سكنية جديدة. وامتدت مسيرة البناء في كافة أرجاء مصر، وظهرت للنور المراحل الأولى لإنشاء مدينة العالمين الجديدة ضمن مشروع متكامل لتنمية الساحل الشمالي، مدينة مصرية بروح عالمية. وآن الأوان لتعلن العاصمة الإدارية الجديدة عن وجودها كدرة التاج في المدن المصرية الذكية، كواجهة حضرية تليق بأمة مصرية تتوق إلى مستقبل واعي. لازم نغير
نغير واقعنا ولازم نبني بلدنا بإيدينا. حيث شيدت عشرات المحاور والكبار العملاقة، وكان آخرها محور تحيا مصر كجزء من محور السخنة الضبعة. هذا المحور الذي شهد نجاح مصر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وفقاً لأعلى معايير الإنشاء العالمية، متوجة إنجازاتها في هذا المجال بمحور وكبري روض الفرج الملجم، والذي استحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملجمة حول العالم. الشبكة القومية هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها، يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة. بلد بتقوم، مصر بتقوم. وآلت مصر على نفسها إلا أن تحقق الاكتفاء الذاتي من غذائها عبر خطة طموحة تهدف لاستزراع واستصلاح 1.5 مليون فدان. الموضوع بتاع المليون فدان مش استصلاح عبارة عن بير مياه بنحفره، احنا عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا. هكذا تغير لون الصحراء في منطقة الفرافرة كخطوة أولى. الهدف من الصوب ان مواطنينا تاكل كويس، احنا مش هنصدر قبل ما نكفي احتياجات السوق المحلي. سرعان ما اعقبها المزيد عبر اضخم مشروع مصري من نوعه للبيوت والصوب الزراعيه في نطاق قاعده محمد نجيب العسكريه غرب منطقه الحمام وفي اللاهون بالفيوم والعاشر من رمضان وابو سلطان وغيرها. ولتوفير رغيف خبز آمن، كان المصريون على موعد تنموي جديد بإنشاء المركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب. رؤية مصرية تنموية لطالما راعت حق المصريين في تأمين احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من الغذاء. وتوالت الإنجازات في مجال أعمال البنية الأساسية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتحلية مياه البحر. يتعامل مشروع لاستزراع سمكي قد يكون الأكبر على مستوى مصر. وهكذا نجحت مصر في بناء أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي حول العالم في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، نقلة نوعية للارتقاء بثروة مصر السمكية، منظومة متكاملة للاستزراع والتصنيع والتغليف وإنتاج الأعلاف مع إمكانات مستقبلية كبرى بتصدير الفائض إلى الخارج. نتكلم في 6 مصانع لصالح الاستزراع السمكي. قفزة تنموية صارت جنبا إلى جنب مع الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع مصري لاستزراع الأسماك عبر أحواض الترسيب في نطاق قناة السويس. كان العمل ولم يزل يمضي على قدم وساق، ونجحت مصر في تخطي كافة العقبات وصولاً إلى الهدف. وتحقق وعد جديد ببناء مشروع هضبة الجلالة، أرقى المنتجعات السياحية المصرية المتكاملة في العين السخنة بل وفي مصر كلها. وانطلق المارد المصري ليحقق المزيد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة باكتشاف العديد من آبار النفط والغاز، متوجاً هذه المشروعات باكتشاف حقل ظهر. احنا بالفعل أنجزنا مهمة الكهرباء والغاز بكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر. نهضة مصرية مماثلة تجلت بإنشاء العشرات من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات المصرية. وتواصلت الإنجازات التنموية بإنشاء العديد من القلاع الصناعية، وفي القلب منها مدينة الأثاث بمحافظة دمياط. وشهدت صناعة البتروكيماوية إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية، كان آخرها مجمع العين السخنة والذي يشمل 9 مصانع كبرى في مجال البتروكيماوية.
هذا فضلا عن مجمع مصانع الأسمنت في بني سويف وغيرها من المصانع الجديدة. هو إرادة 90 مليون قليلة ولا إيه؟ ويبقى الأمل أن تظل الصحة تاجاً على رؤوس المصريين. في هذا الجانب حققت مصر نقلة كبرى بحملة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عشرات المستشفيات الجديدة. مصر بتطلع قدام بإرادة شعبها، بأمل شعبها. لا سلام بغير القوة، ولا قوة إلا لمن يملكون السلاح. وحدهم الأقوياء هم من يفرضون الكلمة بتمام الاستعداد، بالكفاءة القتالية والطفرة التسليحية وبناء القواعد العسكرية. هم العازمون على التحدي، القادرون على التصدي برا وبحرا وجوا. أولئك هم القادرون على حماية أمن مصر القومي ضد أي اعتداء خارجي بعزيمة الرجال والإيمان بالله والقوة والسلاح. هكذا تبنى الدول فوق دعائم القوة الصلبة، وسط تلاحم شعبي واصطفاف عسكري وتأهب قتالي دائم لردع أي عدوان يهدد أمن مصر وشعبها العظيم. واليوم يتحقق وعد القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالانتهاء من إنشاء قاعدة برنيس العسكرية، حفاظاً على مقدرات واستحقاقات الأمة المصرية على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية على مساحة 150 ألف فدان. انطلاقة عسكرية تليق بجيش وطني أبي لم يتوانى عن تطوير منظومته التسليحية والارتقاء بها إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية. هكذا يحق لمصر أن تفاخر بما وصلت إليه قواتها المسلحة بين أكبر جيوش العالم. وتضم قاعدة برنيس العسكرية في شقها الجوي عددا من الممرات كلا بطول 3000 متر وعرض يتراوح من 30 مترا إلى 45 مترا، وعدد 2 طرمة. بالإضافة إلى عدد من دشم الطائرات بقوة تحصين كبيرة، كما تضم هنجراً عاماً لصيانة وإصلاح الطائرات، ومنطقة فنية تضم 45 مبنىً، ومنطقة إدارية بإجمالي 51 مبنى. ويبقى التكامل عنواناً رئيسياً لأنظمة التسليح بقاعدة برنيس العسكرية وسط أسلوب يعد الأمثل في تنظيم التعاون بين كافة عناصر قواتنا المسلحة من الوحدات الميكانيكية والمدرعة. وعناصر الإشارة والحرب الإلكترونية ووحدات المراقبة بالنظر والوحدات الإدارية. وذلك تحت ستر عناصر الدفاع الجوي. التي تقوم بتنفيذ مهامها بالتعاون مع القوات الجوية والقوات البحرية. وتتنوع المنشآت العسكرية لقاعدة برنيس العسكرية لتشمل في شقها البحري
رصيفاً حربياً بطول 1000 متر وعمق 14 متراً، بما يلبي متطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير كحاملات الطائرات والغواصات والفرقاطات. هذا فضلاً عن بناء العديد من ميادين الرماية والتدريب لجميع الأسلحة وعدد من المنشآت الإدارية والسكنية. وجري العمل على إنشاء ميناء تجاري سيحوي عدد من الأرصفة بطول 1200 متر وعمق 17 متراً وعدداً من المنشآت الخدمية. وسط تعاظم آليات الردع والهجوم، يبقى الفرد المقاتل محور الارتكاز لإنجاز كافة مهامه القتالية بأعلى معدلات الكفاءة والاحترافية. انعكس ذلك بوضوح من القيادة العامة للقوات المسلحة التي وضعت الفرد المقاتل في صدارة الاهتمام بالتدريبات القتالية والرعاية البدنية، فضلاً عن الرعاية الطبية من خلال مستشفى عسكري مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وغرف العمليات. ويضم 50 سريرا. وتتنوع كيانات قاعدة برنيس العسكرية لتضم العديد من المنشآت الخدمية، ومنها محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 3400 متر مكعب في اليوم، وقد تم ربط كافة المنشآت بشبكة من الطرق الرئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى 40 كيلومترا. هذا بالإضافة إلى الطرق الداخلية بقاعدة برنيس العسكرية بأطوال تصل إلى 110 كيلومتر، مع تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق والأسوار والبوابات وتنسيق الموقع العام وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية لمجابهة مخاطر السيول. ومن الأهداف الاستراتيجية لقاعدة برنيس العسكرية تأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تعد جزءاً أساسياً من رؤية مصر المستقبلية 2030. وإلى جانب منشآتها العسكرية تضم قاعدة برنيس مطاراً مدنياً يتكون من ممر بطول 3650 متراً وعرض 60 متراً وترمك مدني يتسع لنحو 8 طائرات وصالة ركاب لاستيعاب 600 راكب في الساعة، وبرجاً للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنياً وإدارياً وخدمياً. نجابه التحدي بالردع والمواجهة، نسعى للسلام لمن أراد بالسلم أن يهتدي، مستعينين بالله وبقواتنا المسلحة المصرية لحماية أمننا القومي مهما كانت التحديات. قاعدة برنيس العسكرية، القوة والسلاح.